بالاضافه للمناطق الموجوده فيها وبائيات، شنو التدابير المستقبليه اللي ممكن تقوم بها ولايه وزاره الصحه في انها تتخلص من الظواهر دي كلها؟ يعني وزاره الصحه زي ما قلت لك في جانب توعوي مش للمواطنين بس، حتى للحكومه يعني في البرلمان، في السياسيين، لكل القطاعات يعني لازم يكون في توعيه، حتى الناس متخذي القرار يعرفوا انه مثلا الصحه دي ما مسؤوليه وزاره الصحه بس، وانما هم برضه بيشاركوا فيها، يعني قصه الطرق، الجسور، الكباري، يعني دي كلها مسؤوليه الحكومه يعني. لكن ما بتعرف قيمتها الا نحن نكلمهم باحصائيات. يعني انا لما يكون عندي مياه راكده مثلا، نسبه الملاريا ممكن تكون قدر شنو، نسبه الاسهالات ممكن تكون قدر شنو، يعني وما تقول يعني الشيء ممكن الاسهالات تسببه ليه، ممكن تسبب ليه سوء تغذيه، اللي هي الاطفال يصابوا بالاسهال وانا ما اقدر اعوض لهم نتيجه لنقص في الغذاء، او نتيجه لانه الامهات ذاتهم اميات ما بيعرفوا اعداد الطعام بالنسبه للطفل، فتحصل ليه سوء تغذيه. لما يكون في سوء تغذيه ده بياثر على الدخل القومي، بيكون عندي مجتمع المرضى كثيرين، الوفيات كثيره، المجتمع ذاته بيكون يعني ضعيف، المجتمع غير منتج، ده بياثر على الدوله. لكن اذا كان انا عندي ناس اصحاء يتغذوا تغذية جيدة، بتكون مناعتهم قوية، بيكون الإنتاج أكبر، بيكون التحصيل الدراسي أحسن.